بس كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره. مساء الخير عليكم، منورنا اكيد في كلام في الميديا في كره النادي الاهلي. مساء الخير، الشرف ليا. طيب عايزين النهارده نتكلم عن حاجات كتير قوي. اكيد هنتكلم طبعا عن لقاء امبارح وسط طلائع الجيش اللي فاز في النادي الاهلي 2-0، وهنتكلم برضو عن الاجتماع الحالي المقام دلوقتي في النادي الاهلي، اجتماع مجلس الاداره في احتماليه كبيره ان احنا بعدين ان شاء الله نسمع اسم المدير الفني للنادي الاهلي. وارد جدا طبعا النهارده اجتماع كل جماهير الاهلي مستنياه، بالتاكيد في قرارات كتيره تخص فريق كره القدم على راسها طبعا المدير الفني الجديد للاهلي اللي يقال انه هيبقى في الغالب مدير فني اجنبي. طيب احنا سمعنا اجتهادات كتير قوي، جنسيات كتيره قوي، برازيلي لا، لاتيني لا، امريكي لا، جاي اوروبي، الماني، صحيح. وصلنا النهارده يعني الانجليزي دي اخر حاجه احنا سمعناها من الاجتهادات اللي بتتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. بص، هي انا ما اعتبرهاش اجتهادات على قد ما هي وكلاء اللاعبين بيعرضوا طول الوقت مديرين فنيين على مجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس اداره النادي الاهلي بيفكر اكيد في كل الاسماء المطروحه وبيدرس كل الاسماء المطروحه. كل اسم بيطرح هو بيذاع على الاعلام، بيسرب للاعلام ربما من وكلاء اللاعبين او من ناس موجوده جوه النادي الاهلي، ولكن كلها كانت اسماء صحيحه، هي اسماء بالفعل معروضه على النادي الاهلي. لكن قرار النادي الاهلي انا اكد لك ان لحد دلوقتي ما حدش يعرفه غير مسؤولي النادي الاهلي، ما حدش يعرف مين المدرب القادم. هل تعتقد انه تم فعلا حسم الاسم اللي هيكون طبعا خليفه لباتريس كارتيرون في المرحله اللي جايه كمدير فني اجنبي، ولا لسه لم يتم حسم هذا الاسم؟ اطلاقا لم يتم حسمه، زي ما بقول لك انه حتى الان مجلس اداره النادي الاهلي اللي احنا كلنا مستنيينه واحنا قاعدين دلوقتي مستنيينه وكل جماهير النادي الاهلي مستنياه، هو اللي هيعلن فيه اليوم المدير الفني للنادي الاهلي. ربما يعلن اليوم، طبعا ما فيش تاكيدات على انه يعلن النهارده، ولكن المعروف انه في قرارات تخص فريق كره القدم النهارده ولجانه او اعضاء الناس اللي شغاله فيه. نشوف مين اللي موجود النهارده، مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري، كابتن محمد يوسف يكمل ولا ما يكملش. هل تتوقع ان في احتماليه ان كابتن محمد يوسف هو اللي يكمل؟ في حاله ان هو فضل مكمل على النتائج الكويسه الايجابيه اللي احنا شايفين، يمكن اخر ماتشين للنادي الاهلي فاحنا طبعا حققنا فيهم الفوز الحمد لله، فلو افترضنا ان المباراه القادمه الماتش في الثاني في الثالث شفنا فيها نتائج ايجابيه واداء كويس. انا شخصيا من الناس اللي تحترم الكابتن محمد يوسف، قبل كده واخد دوري الابطال كمان مع الاهلي في فتره كانت في بعد الكابتن حسام البدري. انا اظن الكابتن يوسف كفء لهذه المرحله، ولكن لا اظن ان مجلس اداره النادي الاهلي ده قراره. مجلس اداره النادي الاهلي حاطط في اعتباراته مدير فني اجنبي يكمل مع الاهلي فتره اطول، ما يكونش في فتره مؤقته، وده برده جميل الاهلي اللي عايزاه، مش عايزين مدرب صحيح. مؤقت، وعايزين مدير فني يكمل لسنه وسنتين وينشئ، يعني لو نجح ان شاء الله يكمل اكتر. طيب خليني اسالك عن المدير الفني والاسامي اللي تم طرحها على وسائل السوشيال ميديا، سواء كانت اجتهادات او معلومات من مصادر او فعلا كان في سير ذاتيه للمدربين دول على يعني ايه طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي. فلو سألتك عن أكتر اسم شدك أو شايف أنه هو ده الأكتر يعني الشخص الأكتر أنه هو مناسب للنادي الأهلي، ده الأفضل للنادي الأهلي، تقول لي مين؟ بصي مش هخدعك واقول لك ان في اسم الاسماء اللي طرحت لفت نظري، يعني ستيف بروس النهارده رغم ان هو اسم كبير في انجلترا وهو واحد من اساطير او اللعيبه الكبيره في تاريخ مانشستر يونايتد، واحد من المدربين المهمين في الدوري الانجليزي، ولكن عمره ما كان مدرب بطوله، والاهلي محتاج نوعيه مدربين بطوله. يعني ستيف بروس بالنسبه لي شبه مارتن يول شويه، هو مدرب كفء وليه اسمه عالميا، ولكن مش مدرب بيفكر في البطوله جدا. مانويل جوزيه اسم طرح انه يبقى مدير فني لمرحله رابعه في النادي الاهلي، بس الحقيقه ان مانويل جوزيه اعلن فعلا اعتزاله التدريب من سنوات وقال انا مستعد ان انا اكون مستشار فني في النادي. بعد ما انطرح مانويل جوزيه قال انه ياخد تجربه يوب هانكس في بايرن ميونخ لما جه فتره مؤقته لنهايه الموسم رغم انه كان اعتزل التدريب، فقالوا مانويل جوزيه ممكن يعمل نفس الامر ده مع الاهلي، وانا شايف انه مانويل جوزيه لو جه مدير فني هيبقى اختيار مش صائب، رغم ان مانويل جوزيه هو اهم مدير فني جه في تاريخ مصر النادي مش الاهلي بس صحيح. ولكن هو في مرحله حاليا مانويل جوزيه محتاج كواليتي معين من اللاعبين وعناصر معينه، محتاجه سنه او سنتين كمان الاهلي يقدر يدعم بيهم الفريق. صحيح الكواليتي بتاع اللعيبه الموجوده اغلبهم هو كواليتي محترم وكويس، ولكن محتاج نوعيه كتير من اللعيبه. جوزيه مش هيقبل انه يجي بفتره مؤقته، فانا اخاف على مانويل جوزيه وعلى تاريخه انه يحصل له مشكله مع جماهير النادي الاهلي في الفترة الحالية. يمكن مانويل جوزيه ممكن يكون اعتزال، ولكن حاليا لا، هيبقى صعب مانويل جوزيه طبعا. طيب اي مدير فني اجنبي هيجي دلوقتي هيتولى قيادة النادي الاهلي في نص الموسم، هل ده هيكون صعب ولا هيكون سهل بالنسبة له؟
لو سالتني رايي انا شايف انه شايف المدرب الاجنبي فترته مش دلوقتي. انا مع الناس اللي شايفه المدرب المصري في فتره مؤقته. خدي بالك احنا في موسم ملخبط شويه، انت في وسط الدوري صحيح. والدوري برضه فيه بعض الصعوبات. دوري ابطال افريقيا دخل عليك خلاص، دخلنا خلاص دوري ابطال هنبدا اهو خلاص كام يوم. فالامر انت جايبه مدرب اجنبي، اي مدرب اجنبي بما انه هيجي لاول مره في مصر هيجي يقول لك انا محتاج فتره، محتاج اتعرف على اللعيبه. واصلا اي مدرب اجنبي في العالم بيبقى محتاج في مرحله اعداد ويشوف كل اللعيبه ويشتغل عليهم. فانت بتتكلمي دلوقتي مدرب اجنبي هو ريسكي طبعا، يعني في فيها مرحله خطوره. لكن قرار لاداره النادي الاهلي محتاجين يشوفوا مين المدربين اللي بيقدروا يشتغلوا في الفترات الصعبه دي. صحيح. نوعيه معينه. تعتقد ان مثلا وجود المدرب الاجنبي في الفتره اللي هي ما بين توقف الدور الاول والثاني هتكون افضل؟ ولا طبعا بسبب ان برضه ماتشات افريقيا فما فيش وقت للاسف. للاسف الاهلي دايما بيلعب ماتشات وترابط في المواسم بشكل كبير جدا، سواء بطولات محليه وبطولات افريقيا، تحديدا بطولات افريقيا بما انه تغير ميعادها الموسم ده بشكل استثنائي، فانت عندك تلاحم مش طبيعي في البطولات. انا اظن ان انت محتاجه رايي مدير فني ممكن يكون مصري كف اهلاوي يوصل معاهم لحد مرحله ما قبل كاس الامم الافريقيه، يخلص كاس الامم الافريقيه وتشوفي مدير فني اخر، مدير فني اجنبي يقدر يعيش فتره اعداد جيده مع اللاعبين اللي هيبقوا موجودين. معظم اللاعبين صحيح هيبقوا في كاس افريقيا بس عنده لعيبه كتيره ممكن يعد بيهم في الفتره ديت. صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي قصاد طلائع، لقاء اللي شهد تسجيل مروان محسن بعد صيام كبير طبعا عن التهديف لهدفين. شفت اللقاء امبارح ازاي فنيا؟ اهم مكسب اللي انت قلتيه ده انه مروان محسن امبارح، يعني انا كنت سعيد ان مروان يرجع تاني يسجل. مروان من اللعيبه اللي حصل لها ضغط كبير جدا. مش ملاحظ حاجه ان اللعيبه اللي كان في كلام عنهم ان هم قد يرحلوا عن النادي الاهلي، او كان في طبعا اشاعات واجتهادات بتتقال على السوشيال ميديا زي الشيخ، زي مروان محسن، زي كريم ندبت، فجاه اتغير حالهم يمكن 180 درجه. بصي في ناس انت بتبقى محتاجه تديهم فرصه. وهديكي مثال مهم جدا. في فتره من الفترات الاهلي جاب مجموعه من اللاعبين 12 او 13 لعيب، مشي منهم 11 لعيب، والفتره دي كانت قريبه في عقد المجلس المهندس محمود طاهر، ومشي منهم 12 لعيب وفضل لعيب واحد اللي هو باسم علي. حتى باسم علي لسوء حظ كان عنده اصابات كتير، بس ال 12 لعيب دول انت لو بصيتي عليهم حتى في وسط انديه الدوري المصري هتلاقيهم لعيبه متالقه وكويسه. صحيح. المشكله في ايه؟ انه في بعض اللعيبه بتيجي في ظروف صعبه. يعني كريم نيدفيد مثلا على سبيل المثال لو معاه فرقه زي الفرقه اللي كان فيها ابو تريكا ومتعب وبركات وجيلبرتو، ربما كان امرك تبقى متوسطه، بس لما تلعب مع فرقه كويسه جدا هي اللي تشيله، الفرقه تشيله. لكن دلوقتي الاهلي فعليا محتاج اللعيبه اللي كل لعيب في الملعب يكون بيشيل الفرقه. صحيح. فكريم نيدفيد لما خد فرصه وفي مركزه ادى بشكل كويس، لما لعب حتى رايت باك بس ادى بروح ادى بشكل كويس. احمد الشيخ انا شايف انه من اللعيبه انه ظلم شويه فنيا، ظلم شويه انه خد فرصه افضل من كده. أكيد. محتاج ماتشات، وكويس ان الكابتن محمد يوسف انا شفته لحد امبارح بيلعبوا 90 دقيقه، فالكابتن محمد يوسف مصمم انه يديله فرصه كامله. مروان محسن ده لعيب بقى سيء الحظ جدا. مروان من الناس المجتهده جدا جدا، بتلتزم بتعليمات المدرب بشكل كويس جدا. صحيح. ولكن بينسى نفسه. بمعنى ايه؟ انه انا ممكن التزم بتعليمات المدرب زي ما كان بيعمل معاه كوبر او كابتن حسام البدري في فكره انه تبقى محط، انك تستلم، انك تساعد زمايلك، بس هو ما بيلعبش ابدا دايما وشه للجون. امبارح كان وشه للجون. انت كمان لازم تسجل اهداف. صحيح. بجانب الدور اللي انت بتعمله انك بتساعد زمايلك وبتناحر في الملعب وبتحاول تاخد الكوره، بتحاول تنقل الكوره براسك. اللي بيعملها مروان محسن دي هي محطه عالميه. لو الناس تفتكر ميدو نفسه كان بيعملها في توتنهام مع مارتن يول، كان بيعملها الجيرمان ديفو وروبي كين. فدي المحطه دي مهمه، بس برضه لازم تلعب للجون، لازم تلعب لنفسك، لازم تسجل هدف. المهاجم لازم يسجل اهداف، وده اللي عمله مروان محسن امبارح. انا شايف مع نفسه يبقى وشه دايما للجون مش طول الوقت ظهره للجون. طيب برضو لو اتكلمنا عن لقاء امبارح شفنا اختلاف في الاداء. يعني ما شفناش بس مكسب، شفنا كمان اداء مختلف واداء افضل كمان من المباراه اللي قبليها. شايف يعني ده ايه سببه؟ في كذا سبب. اول سبب انه امبارح بقى لنا فتره ما بنلعبش كنادي اهلي، ما بيلعبش برايت باك. بقى في محمد هاني، محمد هاني رجع تاني. ايمن اشرف ادى مباراه محترمه جدا. دفاع الاهلي امبارح الى حد كبير كان افضل من المباريات اللي فاتت. سعد سمير مع احمد علاء، سعد سمير امبارح كان مميز رغم ان هو بعيد عن المستوى بقى له فتره، لكن سعد سمير امبارح كان مميز جدا. وسط الملعب في وجود عمرو السوليه بيحصل له توازن كبير جدا. عمرو السوليه من ساعه ما رجع من الاصابه وهو بيأدي دور الدفاع وبيدي حريه للمهاجمين بشكل كويس جدا، وبيدي كمان امان لخط الدفاع بشكل متميز جدا.
ضيفي على ده بقى ناصر ماهر امبارح كان مميز جدا، سواء لما لعب بلاي ميكر رقم 10 او حتى الشوط الثاني لما لعب ليفت وينج كان متالق بشكل كبير جدا. انا اظن انه المباراه امبارح فنيا وتكتيكيا كانت مميزه. صحيح الاهلي بعد ما سجل هدفين في دقيقتين هدي رتم الاداء شويه، ولكن فضل الاهلي عنده الثبات الفني سواء الهجومي او الدفاعي عكس بعض المباريات الماضيه. صحيح، ممكن نقول برضو ان العامل النفسي اختلف تماما، يمكن بعد ما خرجنا على طول من دوري ابطال افريقيا او خسرنا المباراه النهائيه بعد طبعا ما كان عندنا احلام كبيره جدا بتتويج باللقب التاسع، وبعد كده خرجنا من دور ال 16 في دوري او في البطوله العربيه. صحيح. دخلنا اول مباراه لينا للاسف خسرناها قصاد المقاولين العرب. يمكن تدريجيا الحاله النفسيه او لعيبه النادي الاهلي ابتدوا يستعيدوا الحاله النفسيه الطبيعيه ليهم ويكونوا واثقين اكتر في نفسهم وترجع لهم زي ما بنقول روح الفانيله الحمراء. بصي، في ميزه في الاهلي تاريخيه بصراحه، انه الاهلي من الصعب يخش في دوامات طويله الامد، يعني ممكن تخش في دوامه قصيره الامد، يعني ممكن يخسر ماتش اثنين ثلاثة، ممكن يخرج من بطوله او الثانيه بس بيرجع يقف ثاني كويس. ده ليه علاقه بايه؟ ب الهيستوري او بالتاريخ، انه الناس اللعيبه اللي في الملعب او الاجهزه الفنيه او الادارات عارفين قيمه الاسم اللي بيلعبوا ليه. برافو عليك. انه الفكره انه انا واقف على ارض صلبه النادي الاهلي، عندي بطولات وعندي ثوابت وعندي جماهير وعندي جماهير بتدعم طول الوقت، حتى في المراحل الصعبه هي بتدعمني طول الوقت، فانا ما عنديش مشكله. يعني مش هتلاقي جماهير الاهلي، وانا شفت ده، انا كنت ببقى حاضر بعض مباريات الاهلي الاخيره بشوف جماهير النادي الاهلي اخر لحظه هي داعمه لفريق الكره بشكل كويس جدا، بتدعم للاعبين، بتدعم الجهاز الفني. ما سمعتش هجوم على اللاعبين، ما سمعتش هجوم على الجهاز الفني، ما سمعتش هجوم على الاداره، رغم انه جميع الاهلي حتى اللي بنشوفها على السوشيال ميديا عندها بعض التحفظات، عندها اراء فنيه بتقول انه الامر مختلف، انه اشوف بطريقه معينه اللعيبه بتلعب في مراكز معينه، اشوف اجهزه فنيه مختلفه. كل الكلام ده ممكن ياثر في اي جماهير، ولكن جماهير النادي الاهلي كانت طول الوقت داعمه للفريق. صحيح. فاصعب مرحله ممكنه هي المرحله اللي انت ذكرتيها بالخروج بطوله الافريقيه وبطوله العربيه وخساره في الدوري، انت كنت بعيده عن المنافسه شويه عشان المؤجلات. دلوقتي الاهلي خلاص داخل المنافسه، بيقترب من القمه تاني، بيقترب من الصداره المفضله بالنسبه له. صحيح. ربما الفتره اللي جايه يحصل نوع من الاستقرار الفني اكتر لما نعرف اسم المدير الفني. صحيح. طيب خلينا دلوقتي نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، حيث بيقام دلوقتي الاجتماع الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي اللي أكيد هيصدر عن قرارات هامة. مساء الخير عليك يا كريم. كريم، عايز أعرف منك كل الجديد واللي حصل النهاردة في الاجتماع. اهلا بيك يا شيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا يوم هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ابدا قبل ما اكلمك طبعا على مجلس الاداره النهارده، اللي اكيد الاجتماع الهام جدا وهيكون قرارات مهمه جدا، يمكن على طاوله النهارده مجلس الاداره، المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الهيكله طبعا الخاصه بقطاع كره القدم، لجنه التعاقدات، ايضا كمان امور انشائيه خاصه بثلاث فروع، كمان يمكن امور عديده جدا النهارده كانت في اليوم الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي. لو ببدأ معاك من البداية، النهاردة صباح اليوم كانت في زيارة هامة جدا للوفد الصيني اللي كان رفيع المستوى طبعا وكان على أعلى مستوى، شركات كثيرة جدا وشركات ذو أهمية كبيرة جدا في الصين، وأيضا كمان ممثلي الحكومة الصينية، كان أحد ممثلي الحكومة الصينية كان متواجد في زيارة اليوم اللي كانت زيارة مثمرة جدا للنادي الأهلي. كان متواجد المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالنادي الأهلي في الجزيرة، طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي. كانت جولة هامة جدا، الناس يمكن خدت جولة تفقدية داخل النادي الأهلي الجزيرة، راحوا الصالة المغطاة، حمام السباحة، يمكن انبهروا بشكل كبير جدا على كل الإنشاءات الخاصة بالنادي الأهلي. كمان الأمور تطرقت إلى الحلم اللي بينتظره طبعا كل جمهور النادي الأهلي وهو استاد النادي الأهلي. الزيارة اكتملت إلى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، توجهوا مباشرة إلى المنطقة الكبيرة جدا اللي يمكن إن شاء الله بإذن الله تكون حلم جمهور النادي الأهلي هو استاد النادي الأهلي. وصلوا كمان يمكن لحتت عميقة جدا في الصحراء المتواجده طبعا انت عارف يا شيما، يمكن مساحه كبيره جدا في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. بنتمنى طبعا باذن الله كل الامور النهارده اللي كانت بتناقش مع الوفد الصيني مع المهندس محمد سراج، الناس يمكن قالت ان احنا لابد نكون مستثمرين في النادي الاهلي الاكبر تسويقيا والاكبر عالميا، وحاجات كثيره جدا الناس يمكن بتشيد بالنادي الاهلي وبتشيد بكل ما هو جديد في النادي الاهلي. الناس اتكلمت قالت ان النادي يكون ليه اكثر من فرع، ده حاجه مهمه جدا ويدل فعلا النادي الاهلي هو نادي القرن. لو برجع معاكي
لمجلس اداره النادي الاهلي اليوم. وصل بالفعل جميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الجميع متواجد برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. النهارده يمكن يكون اول اجتماع بعد طبعا عودته من رحله العياج. النهارده يمكن شايفين الكابتن محمود الخطيب بيمشي بشكل كويس جدا النهارده، يمكن الحمد لله الصوره طبعا بعد اول يوم الناس يمكن كانت قلقانه شويه على الكابتن محمود الخطيب، لكن النهارده الحمد لله شايفينه النهارده ممكن يعني بيسترد كده صحته بشكل كبير ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي خلال الفتره القادمه يتطلب مجهود كبير جدا من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره. بعد الوصول يمكن زي ما بقول لك طبعا الجميع متواجد في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد. النهارده هيكون اجتماع مهم ومثمر زي ما بقول لك، النهارده هيكون في قرارات منتظرها كل جمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي كده ستناقش على مائده مجلس اداره النادي الاهلي. الاجتماع اكيد هيكون مستمر شويه شيء، يمكن الاجتماع بدا الساعه 5 لكن من المتوقع ان الاجتماع يصل الى الساعه 10 والساعه 11، لان ملفات عديده جدا ومهمه جدا لابد يكون فيها تاني كبير جدا واختيار ان شاء الله يكون الامثل لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وكالعاده يا شيما ان شاء الله نكون مستمرين معاكم لحظه بلحظه ننقل كل ما هو جديد داخل مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد باذن الله عقب الاجتماع يكون معانا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي مع المتحدث الاعلامي لمجلس الاداره الدكتور شريف فؤاد. برجع لك يا شيما ولو في استفسار انا معاكي. ليك زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي متواجد دلوقتي في النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد، زي ما قال لكم لسه طبعا الاجتماع قائم حتى الان ولسه ما انتهاش، وبعد ما ينتهي ان شاء الله كل القرارات اللي هتتاخد في الاجتماع هتكون معاكم على شاشه قناه النادي الاهلي. انا كان نفسي بصراحه كريم يقول لي اسم المدير الفني القادم. ما لسه طبعا زي ما بقول لك انا باكد لك والله انه ما فيش حد يعرف اسم المدير الفني القادم للنادي الاهلي غير الناس اللي داخله في مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، دول بس اللي يعرفوا اسم المدير الفني لو فعلا حدد، يعني ربما ما يعلنوش النهارده، ولكن لو حدد فمحدش يعرف الاسم غير مجلس اداره النادي الاهلي. ودي ميزه بصراحه، دي ميزه تاريخيه في النادي الاهلي انه صحيح. ممكن تتقال معلومات كتير في الصحافه والاعلام من الجمهور ان هم يعرفوا مين هو المدير الفني القادم، او يمكن الجمهور دلوقتي هادي شويه بسبب طبعا ان كان في كذا فوز ورا بعض، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكمل في المباريات بالفوز طبعا ان شاء الله باذن الله ويتقدم في مراكز الترتيب وفي الدوري المصري الممتاز. طبيعي يبقى في ضغط، طبيعي الناس تبقى مستنيه مدير فني واسم كبير ويبقى عارفينه واسم فني يطمنوا فيها على مستقبل النادي. صحيح. فكره المدير الفني المؤقت هي حاجه تقلق دايما جميع النادي الاهلي او تقلق اي جمهور كوره بالنسبه لفريقها. اعتقد اسم المدير الفني النهارده هو من اكثر الحاجات اللي مستنيها جميع النادي الاهلي من مجلس الاداره في اجتماعه اليوم. لازم او تصوري الشخصي انه لازم يتقال اسم المدير الفني او على الاقل يتقال وقت معين، مثلا ممكن النهارده مجلس الاداره ما يكونش اتفق مع مدير فني. صحيح. وارد بس يتقال يا جماعه احنا يوم الاربعاء الجاي يوم الاربعاء الجاي مثلا مثلا حدد لي الاسبوع القادم يوم 10 مثلا يوم 20 هقول لكم حدد لي فانا ابقى مستني معاك، لكن فكره انه النهارده يبقى الاجتماع خلص بدون اي حاجه عن المدير الفني الجديد ممكن ده يقلق جميع النادي الاهلي زياده. صحيح. طيب كريم نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده كلامنا مع استاذ كريم عن النادي الاهلي وعن المدير الفني القادم وعن طبعا صفقات الاهلي ونرجع لكم على طول. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم كلامنا مع استاذ كريم رمزي. كنا بنتكلم طبعا عن اكتر الحاجات اللي بتقلق جمهور النادي الاهلي او اللي شغله بال جمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي، اكيد المدير الفني والاعلان عن اسمه، واكيد طبعا الصفقات الشتويه. بالتاكيد. طيب اتكلمنا عن المدير الفني والاعلان عن اسمه، قلت لي انت بتفضل ان اداره النادي الاهلي تطلع حتى تقول يوم 20 هنقول لكم هو مين. الجمهور محتاج ان هو يطمن. صح. مين اللي هيكون المدير الفني القادم او مين هيكون خليفه باتريس كارتيرون، ولو اني شايفه ان في مسكنات طول ما الاهلي بيكسب. بس اسمها مسكنات، هي مسكنات يعني انت احنا لسه ما عالجناش ومش حل. احنا ما عالجناش المسكنات دي، معناها انه في اي لحظه ممكن الاهلي يتألم تاني ويبقى عنده مشكله. انت عندك كمان مشكله اهم، او مش مشكله اللي انت لسه قايلها دلوقتي، انه صحيح المدير الفني اسم مهم جدا بس السكواد بتاع الاهلي مهم اكتر. صحيح. انه لازم يبقى عنده القايمه او اللعيبه اللي يشتغل بيها، لو ما عندوش عناصر جيده او كواليتي من اللعيبه معينه هيبقى عنده مشكله مهما كان اسم المدرب اللي جاي. صحيح. ممكن يبقى اسم كبير وعظيم جدا بس يجي ما يلاقيش كواليتي لعيبه معينه فما يعرفش يشتغل. فبعد كده يبقى عندنا مشكله. فالاهلي الاول اسم المدير الفني واللي يكون اسم كبير والصفقات السوبر الصفقات المهمه. محمد محمود ووحيد. محمد محمود هايل. محمد محمود بروميسنج جدا ولعيب مهم جدا في مركزه، لاعب رقم 10 وبيعرف يلعب كمان تحت كالفندر بعض الاحيان، شفناه في دجله بيعمل ده بس مع مدرب دجله الامر مختلف شويه عشان افكاره مختلفه شويه، ولكن هو بلاي ميكر شاطر جدا، بلاي ميكر مميز جدا. وبعدين عنده ميزه
ويبان ان هو لعيب ضعيف او جسمانيا مش قوي، ولكن هو قوي جدا في الالتحامات. لعيب بيعرف ازاي يتدخل في الكور بشكل كويس. صحيح. بيعرف ازاي ياخد يتمركز بشكل كويس. كان بيعمل عبد الله سعيد وقتها لما كان بيلعب في الاهلي وكان مميز فيها. محمد محمود عنده الامر ده، عنده الشكل ده، اللعيب اللي بيعرف ازاي يخطف المدافعين ويخطف لعيبه الوسط، ويعرف ازاي ياخد الكره في مساحات معينه ويعرف يمررها كمان بشكل مميز جدا. فانا شايف ان محمد محمود واحد من اهم اللعيبه اللي ليها مستقبل كبير سواء في النادي الاهلي او مع منتخب مصر. انا شايفها صفقه ممكن يتقال عليها بالمسمى الاعلامي صفقه سوبر بالتاكيد. وحيد محمود وحيد مستو انه الاهلي محتاج ليفت باك. بعد واضح جدا ان الاهلي دلوقتي ما بيعتمدش غير على علي معلول او ايمن اشرف. صحيح. كمان ايمن اشرف في اوقات كتير الاهلي بيحتاجه كمدافع، عشان اوريدي الاهلي عنده مشاكل في خط الدفاع، عنده عناصر مش موجوده او العناصر قليله في خط الدفاع، اصابات كتير جدا بالتاكيد، وهي اهتزاز بعض مستوى اللعيبه في احيان اخرى عشان يبقى امنه يعني. مش بس الاصابات، مركز الاثنين مدافعين او مركز المساكين على الاهلي عنده فيه مشاكل. محمود وحيد هيدي مساحه ان ايمن اشرف يرجع لمركز المساك في بعض الاوقات ويبقى بديل جيد لعلي معلول. اعتقد الاهلي كمان محتاج لمدافع الفتره اللي جايه، محتاج يتعاقد مع مدافع بشكل قوي جدا، ومحتاج يتعاقد مع لعيب وينجر رايت وينج او ليفت وينج. دي مهمه جدا انه الاهلي محتاج لعيب ده، وربما يكون افريقي يعني. ما اعرفش ان الاهلي بيفكر، تصوري ان الاهلي بيفكر في لعيب افريقي في المركز ده. لو الاهلي عمل دوت ممكن ساعتها يستغنى عن كولوبالي. لو الجهاز الفني يقرر الامر ده عشان يسيب مساحه للعيب اجنبي، لازم يجيب لعيب في الاجنبي يبقى مميز جدا من الناحيه الافريقيه. طب لو سالتك انت يعني بعينك، شايف مين الافضل او مين الانسب في الدوري المصري في المركز ده ممكن النادي الاهلي يستعين بيه؟ حاليا ما اظنش انه في لعيب في الدوري المصري متاح للاهلي في المركز ده. متاح. صحيح. متاح دي معناها انه ممكن يبقى في لعيبه جيدين ولكن متاحين في سوق الانتقالات. لا، ما عندوش لعيب في يناير تحديدا. يناير صعب، خدي بالك من نقطه انه يناير في اي نادي في العالم صعب يشتري لعيبه في يناير بالشكل اللي هو عايزه. عشان كل لعيب، كل فريق بيبقى متمسك باللعيبه بتاعته لنهايه الموسم على الاقل. لنهايه الموسم على الاقل. فاليناير هيبقى الاهلي محتاج يطلع بره في افريقيا. يعني لو طلع بره في افريقيا ودور كويس، وانا اظن انه الاهلي بيشتغل على الامر ده يعني. او الناس القائمين على التعاقدات في النادي الاهلي بيشتغلوا على الامر ده كويس، انه يدور على لعيبه في افريقيا اكتر منه. عشان اللعيبه المحليه هي يا اما من الاثنين، يا اما غير متاحه لفتره الانتقالات، يا اما الاسعار بقت مبالغ فيها في كثير من الاحيان. طب لو سالتك كمان عن اللاعب الفلسطيني، النهارده كان اول تواجد ليه او اول ظهور ليه مع النادي الاهلي في مباراه وديه. النهارده كان في مباراه مع نجوم استادات فاس فيها النادي الاهلي بسبع اهداف نظيفه، وظهر النهارده اللاعب لاول مره بتيشرت النادي الاهلي في مباراه حتى لو كانت وديه. والكلام اللي سمعناه بحسب طبعا المصادر اللي جات لنا او بحسب طبعا مراسلنا هناك اللي حضر اللقاء، قال ان اللاعب كان تعبيره اللاعب ابهر كل الناس اللي موجوده في الاستاد طبعا، او على استاد تيتش طبعا. لاعب اسمه محمد السلم. طيب اشوفه يعني، انا بصراحه مش شفتوش. انا ما اعرفش النهارده لازم تتفرج على هتفرج عليه النهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل، هتذاع المباراه على قناه النادي الاهلي. هايل، نتفرج عليه كلنا ونقدر نحكم عليه. انا مش شفتوش قبل كده، ما اعرفش عنه حاجه قبل كده. وكلاء اللاعبين او الناس اللي رشحوه النادي الاهلي فرجوا الجهاز الفني للنادي الاهلي على سيديهات ليه وشافوا ازاي هو مميز فنيا. انا ما شفتهاش بصراحه، ما طلعتش عليها. فاحنا الفيصل بيننا وبينه ان احنا نشوف في الملعب هل هو مميز فعليا ولا هو مجرد لعيب مهاري. خدي بالك انه اللعيب مهاري ده مش معناه ان هو فنيا هيبقى كويس. صحيح. في الملعب ممكن يبقى مهاري بس، لكن فنيا مش لاعب يصلح النادي الاهلي، ممكن يبقى لعيب عظيم. دي كلها اسئله اجابتها هتبقى لما نشوف اللاعب النهارده الساعه 12 بالليل. هل تتوقع ان يكون في لاعب من السوق المصري او لاعب محلي جديد ينضم لقائمه اللعيبه في يناير القادم؟ يعني ما اظنش يعني، ما جاش في دماغي اسم لعيب دلوقتي ممكن يكون متاح محليا للنادي الاهلي، رغم اسماء كتيره طبعا بتتقال في الصحافه والاعلام. ولكن انا اظن انه الاهلي في اللحظه دي اللعيبه المصريه هيتوقف عنها محمد محمود، محمود وحيد، اثنين لعيبه مميزين جدا. لو قدر يجيب لاعب افريقي كمان في الناحيه الهجوميه هيبقى شيء محمود وشيء جيد جدا. ده الفتره الجايه الاهلي لازم يتعامل عليه او يشتغل عليه، ما يتشتتش في فكره اللعيبه المحليه. بس هتلاقي الجمهور طلع وقال هم دول الصفقتين اللي حصلوا. والله انا شايف انه لو الاهلي عمل ثلاث او اربع صفقات مع اللعيبه، شوف انت من شويه كنت قلتي لي حاجه مهمه قوي انه احمد الشيخ دخل تاني. صحيح. فانا بعتبرها صفقه جديده انه احمد الشيخ ما كانش موجود. صالح جمعه. صالح جمعه اتمنى انه يرجع صالح جمعه زي ما احنا متخيلين، اللعيب المميز الجيد مركز في الملعب زي ما وعد.
يا رب يكون موجود يبقى صفقه جديده. كريم ندفد كان بعيد تماما عن المستوى، كان بعيد تماما عن كمان ثقه جماهير النادي الاهلي. دلوقتي بقى عنده ثقه جماهير النادي الاهلي، فالاهلي كسب لعيب كمان في وسط الملعب، والاهلي كان محتاج لعيبه في وسط الملعب. مروان محسن لو ان شاء الله فضل بنفس المستوى او بنفس المعدل التهديفي فالاهلي كمان هيكسب هيبان. انا اظن انه لا، الاهلي مش محتاج اكتر من 3 صفقات على الاقل في يناير، في يناير عشان تبداي تاخدي اللعيبه سيلكتد او لعيبه مميزه فعليا، فتجيبي 3 صفقات وتعملي بلان لاخر الموسم. اخر الموسم ده تجيبي بقى في 6 7 8 لعيبه حسب ما انت شايفه انك هتبني الفرقه ازاي الفتره اللي جايه. صحيح. بشكرك جدا استاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شرفت يا شيماء، استمتعنا بوجودك معانا. انا استمتعت اكتر، اشكرك يا شيماء. شكرا ليك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.